لما تكون المصفوفة على شكل عمود واحد أو على شكل صف واحد أقدر أسميها فيكتور، أقدر أسميها متجه. فمثلاً عندي المصفوفة A على عمود واحد والمصفوفة B على عمود واحد، كتبناهم بشكل فيكتور. في شيء اسمه الدوت برودكت للفيكتورز. شلون أقدر أجيب الدوت برودكت للتو فيكتورز هذول؟ عشان أجيبه راح أخذ العنصر الأول من الفيكتور الأول، أضربه في العنصر الأول من الفيكتور الثاني، زائد العنصر الثاني أضربه في العنصر الثاني، زائد العنصر الثالث في العنصر الثالث، لما أوصل لآخر عنصر. طبعا الدوت برودكت راح نتوسع فيه بشكل أكثر في السكند متر، بس بالفيرست متر ما هو عليه إنه نعرف شلون نجيب الدوت برودكت. خلنا نأخذ مثال. قايل لي بالسؤال find all values of r such that u dot v equal to 0 where u تساوي و v تساوي، يعني هو قايل لي ان الدوت برودكت لهم يساوي 0، والمطلوب من عندي اجيب هذه العناصر المفقودة في هذه المتجهات. شنو يعني دوت برودكت؟ يعني العنصر الاول مع العنصر الاول، راح اضرب 2 ب 2 اللي يعطيني 4، زائد العنصر الثاني مع العنصر الثاني احطهم باقواس عشان أضربهم بعض، زائد العنصر الأخير مع العنصر الأخير، حط الماينس بقوس وآر ناقص واحد بقوس يساوي الزيرو اللي هو قايل لي عليه. الحين راح أبدأ أفك الأقواس، راح أقول 4 زائد أبدأ أضرب الآر، فيصير عندي آر سكوير ناقص 2R زائد R ناقص 2، وأضرب الماينس 4 هني فيصير عندي ماينس 4 R زائد 4 كله يساوي شنو؟ يساوي الصفر. بعدين راح أحط الآرات مع بعض وأحط الأعداد مع بعض، فيصير عندي R سكوير ناقص 5R زائد الأعداد نجمعها مع بعض فيصير عندي 6 يساوي الصفر. صار عندي معادلة من الدرجة الثانية. نبدأ نحلل، راح يصير عندي R و R، هني راح يكون ناقص 2 وهني راح يصير ناقص 3، فقيم ال R اللي راح تطلع 2 و R تساوي 3. وفعلا لو أنا حطيت قيم ال R هذه هني ورحت ضربتها راح يكون الناتج يساوي الصفر.